على المزاج. مرحب شهر الصوم، مرحب ليالينا ليالينا. الله فنان، الله فنان. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. اتبسطت إيه معانا؟ اتبسطت. يلا التكييف كان شغال؟ اه تمام. لا كله تمام يعني حبيبي والله. اهم حاجه تكون اتبسطت بس. طلع لك الفاتوره حبيبي. ليه؟ ايه الفواتير دي كلها؟ ايه الفواتير دي كلها؟ يا باشا ديت الفاتورة بتاع الحلاقة بتاعك. تمام تمام؟ وديت الفاتورة بتاع التكييف. ايوه انا مالي. وديت المية اللي استخدمتها. لا ثواني ثواني، انا مالي إيه؟ بالتكييف والمية. مالي بالتكييف والمية؟ يا فندم احنا رايحين ندفع الشهر اللي فات. هي بالحلاقة اللي حلقتها، انا مالي بالتكييف والمية. يا فندم الشهر اللي فات رحنا دفعنا الكهرباء. انا مالي. طلعت غالية. انا مالي. بنخسر. كل الحاجات دي ضايفينها على الحلاقة، انا هدفع كل ده للكهرباء والمية ليه؟ يا فندم احنا دلوقتي نظام جديد. بناخد التكييف والميه اللي بتستعملهم، عايز تجيبهم معاكم انت جاي براحتك. يعني اجيبهم معايا؟ انا جاي جرد الميه معايا، يعني اغسل بشعري عندكم ولا اعمل ايه؟ والله براحتك بقى. المره الجايه لما تيجي ازاي يعني؟ والكهرباء اعملها ازاي يعني؟ ما تتكيفش. تكيفش؟ اه اظبط كلامك. ايه اظبط كلامك يا عم فندم. مظبوط اهو. اظبط كلامك يا عم. انا حبيت كيفها، ممكن كيفك انا يا فندم. انت فاهمني غلط ليه؟ انا قصدي على التكييف. كلامك ده مش ده محل محترم، اتكلم عادي فندم. انت قلت انت لسه قايل بلسانك دلوقتي الكلام ده. محل محترم ماشي، يعني زباينه محترمه. محترم يبقى يوقف واحد محترم؟ لا هو قايل لي لا. لا زباينه محترمه يوقفوا اللي يوقفوه. قصدك ايه بالكلام ده؟ يعني انت لو محترم ادفع الفلوس. لا انا محترم غصب عنك ومش هدفع الفلوس، انا ليا الحلاقه بس اللي هدفعها. والله هو ده النظام اللي موجود. انا عملت ايه بالكهرباء والميه عشان ادفع عنك كل ده؟ طب يعني انا اعمل ايه؟ اعمل ادفع من جيبي؟ هو فين صاحب المحل؟ انا هنا المسؤول، المدير اللي هنا. انت المسؤول؟ اه السلام عليكم. المنظر ده المسؤول. وعليكم السلام ورحمه الله. انا هكلم الزبائن. مساء الفل يا غالي. مساء النور. عامل ايه؟ حساب كام لو سمحت؟ حسابك انت عامل ايه يا فندم؟ والله كله تمام يعني. والله خفيت الجناب بس بسيط كده. بقالك زمان ما شرفتناش. الناس هنا بصراحه ناس مميزه قوي. اه انا واخد بالي ما شاء الله. حاجه فوق. محترمين جدا. كام بس يا فندم؟ ده حساب الحلاقه بتاعك، وده التكييف، وده الميه. تكييف وميه. اه المايه كانت ضعيفه النهارده. خلاص يا فندم المره الجايه ان شاء الله هنزود لك شطه باذن الله. ايه الهزار ده؟ 200 يا فندم. ايه الهزار ده؟ 200 انا كنت بدفع المايه 300. الشهر اللي فات جت لنا ضعيفه شويه. الكهرباء اللي غاليه. اه عشان التكييف. بتدفع الهبل ده هنا يعني؟ انت بتدفع الهبل ده؟ التكييف حضرتك عندهم تكييف بسم الله ما شاء الله. التكييف يعني التكييف اللي عندكم هو ايه؟ يعني ايه تدفع؟ طب تاخد دولار طيب ولا لو معكش غيرهم ماشي يا فندم اللي انت عايزه. طب سيبني عشان عايز امشي بعد اذنك. كان ادفع. طب استنى انا هحاسب الزبون عشان شكلك لبط. 600. نعم همشي الزبون عشان شكلك لبط. عشان انت كده ايه ابتديت تستهبل شويه. اظبط كلامك. 600 ماشي. ودول 40 دولار عشانك حبيبي يا فندم. شرفتنا والله. شرفتنا والله العظيم. ابقى نورنا ان شاء الله يا فندم. بعد اذنك بس كلمه. اتفضل. المكان ده مش زباينه محترمه جدا. انا عشان كده اول ما جيت ببص له انا متفاجئ شكله كده في حاجه غلط. ماشي يا فندم. سكت. ينفع انا اتعامل كده المعامله دي؟ ايه يا فندم؟ ماشي يا عم. انا مش هدفع ميه الكهرباء. طب ايه ده؟ دي زباينكم المحترمه؟ اه الزباين هنا محترمه. محترمه يعني صح؟ طب انا عايز افهم ديت ايه؟ 200 جنيه يابا بتاعت الحلاقه، حلاقه 200 جنيه اهي. طب اشيل لك انا التكييف؟ شيل يابا التكييف. انا كيفت مكانك. حطه فوق دماغك تعمل اللي انت عايزه. اتكيفت انا مكانك؟ كنت قاعد مكانك جوه؟ بقول لك ايه؟ قال لك كيف؟ ايه يا فندم؟ كيفك انا يعني؟ لا يا فندم مش قصدي كيفك انا؟ انت صاحب المحل؟ لا فندم انت صاحب المحل؟ فين بقى صاحب المحل؟ يعني صاحب اللي مشغلك؟ صاحب المحل بره. فين اللي حطك مدير طيب؟ فين اللي حطك مدير؟ اقول لك على حاجه يا فندم. هو ايه اللي اتكيفت وما اتكيفتش؟ انت عارف تتكيف؟ انا عارف تتكيف؟ رد عليا. انا كل ما بحلق بتكيف. ماشي انما تمن الحلاقه انت خدته كده يبقى حقك وصل لك. يا فندم يعني انا دلوقتي ادفعهم لك انا؟ تدفعهم ما تدفعهمش انا مالي. زباين مرزعه والله. لا لا اظبط كلامك كده. هو ايه اللي مرزعه؟ طب ايه اللي مرزعه؟ ايه اللي مرزعه؟ يا صاحبي وحد الله وحد الله وحد الله بس كده. لا اله الا الله. هقول لك على حاجه. اتفضل. بص انا دلوقتي لما بتكيف اطلع التكييف اللي انت بتتكيف انت حبيبتي. لا اله الا الله. في وحد الله يا عم. لا اله الا الله. اهدى شويه احنا في مكان محترم. مكان اكل نفسك ده مش محترم. مكان اكل عيش. ايوه وبعدين يعني دلوقتي انا ما اجيب لك خالي؟ والله اجيب لك خالي. ايوه ما تجيب لي خالك يعني هتعمل. خالي ده كبير المطريه كلها يا عم. انت والمطريه. طب انت والمطريه كلها فيها لما تظبط كلامك. خالك من المطريه من عين شمس. لا 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 لا
اقول لك على حاجه عشان بس اعرف اجري هرزع لك والله اقول لك على حاجه والله بصور مقلب يا خالد مقلب ايه صاحبي واحد الله واحد الله والله مقلب واحد الله يغير مقلب ايه انا ما دفعتش الفلوس دي ده احنا بنهزر معاك ده كله مش الهزار ده هو هرزع لك ونكيف ايه الهبل ده والله انت فوق دماغي انا اسف اوعى ايدك كده حاضر صاحبي واحد الله والله انا اسف والله على اللي حصل مش هزار ده يا فندم والله يعني انا اسف والله على اللي حصل بس والله مش عايزك تزعل انا اسف حقك عليا انا بس ده مش هزار هزار يبقى باحترام مش كده انا اسف والله غالي والله العظيم انت ما بنعملش مقلب مع اي حد غير لما يكون شكله محترم زيك انا فاهم مش هنروح لحد مثلا شكله لبل بتاع انت شكلك محترم وانت على وصله ما تزعلش بقى بص كده بقى انا كده ازعلك انت زعلان يا باشا بص كده بره هنا كده تمام بص بقى هنا كده بص بص حبيبي موافق بس اللي حصل ده ازاي تمام تمام عايز ان شاء الله على قناه النور باذن الله مرحبا شارس كل سنه طيب بقول لك يا نجم ابو الصحاب بقول لك ثانيه واحده كده ازيك عامل ايه من هنا من المنطقه تعرفش حد يطفش العربيه ديت طفش يطفشها كده اصل المفتاح نسيته ومش معاه المفتاح يكسر ازاي طب بقول لك طب ما تحاول كده تفتحها لي معلش كده انا اخوك لله اخوك في الله والله ابو الصحاب والله داخل بس بقى لي نص ساعه واقف هنا بقى نص ساعه ليه يعني بقى لي نص ساعه عايز افتح العربيه مش عارف مش عارف ازاي فين المفتاح مش معايا نسيته ما تقلقش عربيتي ماشي يا عم انت طب يا باشا مش عارف افتحها بص وطي كده معايا وطي معايا كده بص انا عايز المسوجر ده المسوجر اللي هنا يتفتح بقى كده اعملها كده طب وانت ما تعملها يا باشا مش عارف ساعدني كده يعني مساعده لاخوك كده انت شكلك بسم الله ما شاء الله قاعد تطفش خزن اهو ماشي يا باشا نكسرها لك ليه بس تكسرها ليه وتكلفها ليه بس حاول كده تفتحها معلش يا صاحبي ماشي يا صاحبي هفتحها لك ازاي وقت بقى كده ايوه شوف كده بقى جوه لا المفتاح مش معايا فين يا نجم في يابا ايه ده ايه وفي يا جدعان في ايه انت مين يا حاج مين ايه انت بتعمل ايه بتعمل ايه في ايه يا عم يا مش عربيتك بتعمل ايه يا حاج انت في ايه يا عم هو ايه اللي حصل ده هي مش عربيتك ولا عربيتك مش عربيتك وانت بتعمل ايه اللي انا مش شايفه ده عربيتي طب في بس واحد الله ايه اللي حصل ايه ده بس شويه كده مين اللي بيطفش العربيه صلى على النبي ايه اللي حصل والله انا عايز افهم في ايه انا ايه اللي حصل ده عربيتي يا باشا بص يا صاحبي اهي اهي يا باشا عربيتك ديت اه كان ايه اللي حصل ده كان موقفني وعايزني افتح له العربيه مش عارف ايه مين اللي موقفك يفتح العربيه طب انت موقفنا ساعدك احنا هنمشيها قانوني هنتصل بالحكومه يا عم الحاج معلش المشي ماشي زي ما انت عايز مشي صوت طب انا عايز انت تضاموا ليه اللي حصل انتوا تابع بعض ولا مين اتكلم اللي اتكلموا هو فينا كده واحد الله واحد الله لا 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 الله انت صاحب العربيه فهمني بص انا عايز افهم ايه اللي حصل ايه اللي حصل مين اللي كان بيفتح العربيه فهمه بقى هو انت جيت ولقيت مين انا شايفك ماسك طفاشه وحديده كده بعمال تدخل ولا خشبه دي طب تعمل ايه هو ماسك عصايه وعمال انا سبتها دقيقتين بالظبط طب انا اعمل لك ايه طلعت فوق طلعت فوق لجدي تاجر كلاب تاجر كلاب وقطط كنت بكلمه على يا عم علينا انت بتاخد العربيه انا عايز افهم ايه اللي حصل بقى تعالى بس ايه اللي حصل قول لي ايه اللي حصل تعالى بس يقف هنا قول لي ايه اللي حصل بقى حلو ايه ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه واحد بيقول لي طب بص لي ليه يا عم انا كلمتك كلمني انا بقى انا غشيم انا غشيم بص يا صاحبي هتفهم الحوار يعني بص هي مش بتجس لو قفلت يعني هتفهم قوي هتفهم ايه اللي حصل بالله كده وقفني وبيقول لي نسى المفتاح في الشقه وعايزنا افتحها له بقول له انا شايفني حرامي دانا. بص اقول لك على حاجه انت عفا الله عما سلف الله يسهل لك اتفضل يا حاج لا يا باشا انا ما بشحتش يلا اتفضل الله يسهل لك بطلوا سرقه يا عم ولو عايز حاجه مين يا عم سرقه مين يابا لا حول ولا قوه الا بالله والله غلى قلنا خلاص خلاص معاك بهزه بتصوم مقلب بتصوم مقلب اساعدك بتصوم مقلب والله العظيم مقلب مين كاميرا خفيه كاميرا خفيه صلى على النبي احنا تبع بعض اصلا تبع بعض وحد الله تبع بعض والله بتصور مقلب بنهزر بص يا صاحبي والله بقى كاميرا خفيه والله في ايه يا باشا مالكوا ايه بنهزر معاك يا عم يا صاحبي انت ما تزعلش والله والله ما تزعل حقك علينا انت على راسنا من فوق بس عايز اقول لك على حاجه انا غشيم ماشي يا عم غشيم طب بص يا باشا ما تزعلش من اللي حصل مش عايزك تزعل تمام صوره يعني بص كده كاميرا اهي
ده كاميرا تانية اهي. اه الله ينور. انت اهم حاجة اللي حصل ده كله، انت مهم اللي حصل يتذاع. موافق. ماشي يا غالي. تبقى على قناة ايه بقى؟ على قناة النهار. قناة النهار؟ قناة النهار. امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله ينزل في رمضان. السلام عليكم. وانت سعيد. السلام عليكم. حبيبي يا نيكو. ماشي سعيد. ما تزعلش. احمد ربنا اللي هي جت على كده. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم مساء. ما هو كذا يا فندم ان شاء الله. اتفضل. نهارك ازاي ان شاء الله يا فندم؟ عبيط يا كابتن. اتفضل يا فندم بقى يا فندم. انت عبيط؟ ايه بس كده؟ ايه انا ربنا اللي عملها؟ اتفضل يا فندم. بعتذر لك يا فندم بس انا بحب نهزر مع زمايلي بيبقى انت احنا اسفين. اسف يا غالي. تطلب ايه؟ قهوة زيادة. قهوة زيادة؟ كابتشينو. نعم؟ كابتشينو. تاني؟ يا عم الحاج بتقول لك كابتشينو. ماشي يا فندم. طب يلا. زي اللوز والعزيز يا عمي. ما تقلع عمي بس. روح يلا جراش. خد لك منه حيشي وامس. زي اللوز. فتحهم في كل حتة. شوف. السلام عليكم. ازيك يا فندم؟ تشرب ايه يا فندم؟ انت عبيط يا كابتن. ليه بس؟ هو انت عبيط؟ يا عم خليك معايا انا. ليه؟ ما تخليك معايا انا. انت عبيط؟ والله ابدا. اما انت عايز ايه؟ والله العظيم ده انا اجي لك بقى من هنا بقى. والله ولا عظيم ولا عبيط ولا حاجه. ده انا مسميني رزين في المنطقه. ايه؟ مسميني رزين لاني رزين قوي وفاهم بقى قبل ما الكلمه تطلع من بقي ما ينفعش اطلعها كده. لا ده انا اعرف الكلمه تطلع ازاي. طب صل على النبي. اتفضل يا صاحبي. عشان ما اديش ايدي عليك فاهم؟ هو انا مش قلت لك احنا نشرب ايه؟ ايوه. جاي ليه؟ مع بنسى بس شويه انا اسف. بتنسى ازاي؟ معلش يا صاحبي حاجه عليا. يا عم خليك معايا بقول لك. اتفضل يا صاحبي. يلا تبقى. تشرب ايه طيب؟ يا عم روح اجري امشي. عملت مش تقول يا عم خلاص اهو. هو انا طلبت منك؟ اقول انا مالي؟ انا مالي وانا شغال معاك؟ معلش. سكس بقى يا فندم. بعد ذلك بس المايه ما نزلتش انا اسف. انا عارف ان هي ليله مش هتعدي. احلى كابتشينو. احلى كابتشينو. يا عم الحاج. يا عم يا عم الحاج. وربنا هدوس على وشك. وربنا هدوس على وشك. اجري امشي. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. خالص طب بص واحد الله اللي جاي ده ما تجيش من جنبه خالص وتبعد عنه. بيبص بيبص في خلق الله. خد عصام. اتفضل يا غالي. ايه يابا؟ الواد محمود تكايه. ماله تكايه؟ لسه واكله علقه. واكله علقه. انا بعرفك بس لو جالك ماشي بلاش مشاكل على الصبح. ما تجيبلوش مشاكل. امك غلبانه. امك غلبانه. امك غلبانه. بلاش تيجي عليها يا بهناسي. انت طيب. المره الجايه هجيب اجل من المنطقه كلها. مش عايزين مشاكل بقى لو سمح. عشان خاطري ابعد عن الزباين دي. عشان خاطري الراجل ده تبعنا. مش عشان خاطره حتى عشان خاطر القمر اللي معانا. يلا عم امشي امشي. وانت عم لو من هنا. بص انا مش عايز اعمل حكايه. انا مش داخل عشان اعمل حكايه. اسمه ايه؟ ضربني يعني واكله علقه. اسمه ايه؟ راح لامه وبيقول لها ايه؟ حماده ضربني. طب يلا هضربه تاني. طب يلا يلا اقعد بس. اقعد اقعد. طبعا المكان ايه ده عشان ما تجيش بدار ايدي. انتوا ايه اول مره تيجوا هنا ولا ايه؟ انت اول مره تشوفني؟ عاجبك ولا ايه؟ كويس اه. بص انا هفهمك حاجه. الهاد جنبك ده ما بيسيبش زبون لحاله. بيجي يشرب من الحاجه بتاعه ويقعد جنب اي حد وبيحاسب له. لو طلب حاجه حاسب له. حاسب لي مين؟ ماليش دعوه. تعالى حاسب له هو؟ انا بقول لك ابعد عن المشاكل. ابعد عن الشر وغني له. ده اسمه الغشيم في المنطقه. الغشيم؟ بهنسي الغشيم. امال ده اسمك ايه؟ انا بص انا قلت لك كلمه لله عشان ابقى فاهم. طب ماشي. انا مفيش اي حاجه. اتكل على الله. طبعا اجري امشي.
هو انت الشاي عاجبك؟ جايين منين بقى؟ سيبك انت الشاي عاجبك؟ يا عم انت بص انا لسه جاي من الصبح اصطبح لقيت الواد مسكته كلته علقه جيت بقى اشرب اي حاجه عشان اتكل على الله اروح اشوف شغلي. حلو؟ لا مش حلو. ليه؟ شاي انا بشرب شاي. ده مزز. انزل امبابا واسال على العبد لله طبعا. مشهور هنا. ابا هناسي يابا مش عايزين مشاكل. تقلقش. طب يلا بطل كده يا حبيب قلبي. يلا قوم. ثم تقوم انت. اقوم انا؟ الترابيزه دي بتاعي. بتاعك؟ انا باجي اقعد هنا، اي حد قاعد هنا بقعد معاه. فرد ولو مش عاجبه بضربه. لا يبقى نقوم نشوف الكلام ده. تعال. هعمل معاك حكايه. يلا. هعمل معاك حكايه. يلا. تعال. لا اله الا الله. يلا حبيبي. اغلى شيخ. يا عم الله يمشي. يا عم يمشي. انا بعرفك بس ان انا غشيم وممكن اطبق لك وشك. اطبقه هتطبق لنا وشي؟ هتطبق دخلوا في بعض كده. اتخلف يلا بقى كده بقى عشان اجري امشي. يلا يا عم اجري امشي. اجري امشي. مش عايز اعمل معاك حكايه. ما انا نفسي اشوف الحاجات بتاعتك. اتكل على الله. طب يلا 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 هقول لك اقول لك كلمه بس قبل ما امشي. طب تعالى هنا. اقول لك كلمه. قولها لي هنا. اقول لك كلمه جايه من طنطا لغايه هنا في دكتور. ماشي قول. استنى بس اشمر لك بس. ماشي هرزع لك. ترزع لنا؟ وحد الله. هترزع لنا؟ اصامبو انت وهو. يلا يا عم اجري امشي. طب يلا اجري امشي. يلا. طب انا بص هقول لك حاجه بقى عشان ما اعملش حكايه معاها. ايه؟ هقول لك حاجه. ايوه قول. منظر استحق الله غالبا والله منظر ماشي يلا. يا عم والله وحش عايزك تصلي على النبي. صلي على النبي. صلي على النبي. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. ايه ده بقى؟ هو قال لك دلوقتي؟ بيقول لي بهزر معاك. دي كاميرا خفيه. طب صلي على النبي انت تهزر معاه ونقعد معاه واحده؟ يا عم والله بص اقول لك على حاجه. انت ليك الحق ترفض ليها تزاع او توافق ليها تزاع. ماشي انت دلوقتي تهزر معايا وانا قاعد معاه واحده. هو صاحب المكان انت شكلك زبون هنا فهو هو قال لي خش على ده. انت عامل شيء صاحب المكان وقتك قصته قصه. انت فوق دماغنا والله. والله على راسنا. بص كده بص بص الكاميرا اهي. فين؟ بص هنا كده. بص موافق بس اللي هتزع؟ يا عم ماشي. باي باي للكاميرا بقى. موافق اللي هتزع؟ اه موافق. تمام انا اسف بقى.